اللي يتعرض فيها الجندي أو الضابط إلى دخول شظايا في جسمه. من أخطر الأشياء التي يتعرض لها الإنسان أن تدخل الشظايا في جسمه، وهذه الشظايا تكون في بعض الأماكن حتى تحريكها يؤدي إلى موت الإنسان. تحريكها يؤدي إلى موت الإنسان. كان هناك دكتور طبيب جاءوا له بضابط أو جندي شخصية يعني بالجيش اللي هو كان زين. طيب الأسئلة قليل، الأسئلة تستمر عادي ما نكون مشكلة. هذا الشخص الشظايا دخلت في رأسه، الشظايا دخلت في رأسه، فلما دخلوا في رأسه، دخلت الشظايا في رأسه، أرادوا إجراء عملية، فاضطر طبعا هاي الشظايا ما ممكن سيطر عليها، فبذات الوقت اضطر أن يزيح مادة المخ، يعني ما بقى إلا فد شيء بسيط ما دخل بشظايا، شدوا رأسه، المهم يعيش. طيب هذا الطبيب التقى بهذا الضابط أو هذا الجندي يعني اللي كان بالجيش في ذلك الوقت، وكان ضابط أعتقد، هذا الطبيب التقى بهذا الضابط بعد انتهاء الحرب بسنوات. طبعا اتذكر لأن كانت عملية واضحة وكانت معروفة مشهورة. المهم طيب هذا الكتاب الأخضر هو الأوهام الفلسفية لأحد المشايخ اسمه اعتقد شو شامل الخفاجي. طيب لما التقى الضابط بالدكتور، الدكتور كان مرعوب. شنو كان يعتقد الدكتور؟ كان يعتقد الدكتور أن الإنسان إذا المخ أخرج من مكانه راح يصير الإنسان يعيش، ولكن يعيش حالة من حال أي إنسان مجنون بالشارع. طيب الضابط حس بأن الطبيب خايف منه. طبعا الطبيب لما سأله أنه شنو سبب الزيارة، قال له بأنه جاي يشكر على العملية اللي أجراها إلى لما أصيب قبل سنوات طويلة.